السلام عليكم. إن شاء الله بخصوص كتاب الوافي، إحنا هنحل النموذج رقم 16 على الفصل الثالث. فاللي حابب يراجع على الفصل الثالث من خلال حل النموذج دون، أنا هصور لكم الامتحان بحيث إن أنتم تحاولوا تحلوا الأول، وبعد كده تشوفوا الأخطاء أو تشوفوا الحلول من فيديو الحل. أدي أول صفحة، الصفحة الثانية، الصفحة الثالثة، آخر صفحة.